وجهتم لاستشارة وراثية بسبب إجهاض متكرر. هذا الوضع يتحدد عن طريق الأطباء المختصين في علاج الولادة والأمراض النسائية. في الوقت الحالي ينصح بإجراء فحوصات للزوجين بوجود 3 حالات إجهاض أو أكثر. إجهاض متكرر يمكنه أن يحدث نتيجة أسباب عديدة، منها ما يتعلق بالوضع الصحي لدى الزوجين أو وجود مشاكل لدى الجنين. قسم منها قد ينتج على خلفية مشاكل وراثية والأخرى بيئية. في لقائنا سنتطرق بالشرح عن العوامل الوراثية. نبدأ بمقدمة قصيرة عن الموضوع. الـ DNA هو المادة الوراثية الخاصة بنا والذي يتواجد في كل خلية من خلايا جسمنا. إنه يحتوي على معلومات مسؤولة عن تحديد صفاتنا مثل لون العينين، فصيلة الدم، وصفات وراثية عديدة أخرى. خلايا جسمنا تعرف كيفية اكتشاف هذه المواد وتنتج بحسبها مواد ضرورية لصحتنا. هذه المواد تكون تسلسلاً وراثياً يدعى جينات. يوجد في جسمنا 22,000 جين تقريباً. في أغلب الحالات يوجد لكل إنسان نسختان من كل جين، واحد انتقل من الأب والآخر من الأم. الـ DNA موجود في مبنى خاص يدعى الكروموزوم، ولكل إنسان معافى يوجد 23 زوجاً من الكروموزومات، أي 46 كروموزوماً بالمجموع. لدى الإناث هناك زوج من كروموزوم X، بينما لدى الذكور هناك كروموزوم X1 وكروموزوم Y1. تغير في عدد أو مبنى الكروموزومات يمكن أن يكون له علاقة بإجهاض مبكر. كيف يحدث ذلك؟ هنالك حالات والتي يتغير فيها موقع أجزاء من الكروموزومات. هذا الوضع يدعى بالعبرية ترانسلوكاتسيا. إذا لم يتضمن التغيير نقصاً أو زيادة في المادة الوراثية، فإن هذا التغيير يعتبر متوازناً ترانسلوكاتسيا ميوزينت. أغلب الأشخاص مع هذا الوضع المتوازن معافون، ولكن أحياناً في حالة كون البويضة أو الحيوان المنوي الخاص بهم يحمل مادة وراثية غير متوازنة، في هذه الحالة يمكن أن يحدث الإجهاض، أي أن الجنين يتوقف عن التطور، ولهذا ينصح بإجراء فحص كروموزومات للزوجين. كيف يمكن الحصول على الكروموزومات لإجراء الفحص؟ عن طريق فحص الدم، لأن الدم يحوي خلايا كثيرة تتواجد بها المادة الوراثية الكروموزومات الخاصة بنا. كيف يمكن إجراء فحص الكروموزومات؟ بواسطة المجهر يمكننا مشاهدة الكروموزومات وتشخيصهم من ناحية العدد والمبنى. من هذا الفحص نحصل على صورة للكروموزومات والتي تدعى بالعبرية كاريوتيب. فحص الكاريوتيب بواسطة المجهر لا يمكنه تشخيص تغيرات صغيرة بالكروموزومات. مثل هذه التغيرات يمكن تشخيصها بواسطة فحص يدعى فحص رقاقة اختبار الجينات، أو ما يسمى بالعبرية بديكات جفاف تسيتوجيناتي، وبالأجنبية CMA كروموزومال مايكرو أري. بمساعدة هذا الفحص يمكننا أن نشخص نقصاً أو زيادة في المادة الوراثية الـ DNA الخاصة بالجنين. جدير بالذكر أنه بالتقنيات الموجودة اليوم يمكننا تشخيص فقط قسم قليل من العوامل الوراثية المسببة لحالات الإجهاض المتكرر. مجال علم الوراثة متطور جداً، وتوجد فحوصات وراثية إضافية يمكن إجراؤها في الحمل. على سبيل المثال تقنيات Next Generation Sequencing، أو باختصار تدعى هذه التقنية ب NGS، التي يمكنها أن تقرأ التسلسل الوراثي لكل الجينات أو كل المادة الوراثية الـ DNA. يمكن التوجه للطبيب المعالج والمستشار الوراثي لتلقي معلومات إضافية عنها. تشخيص نتيجة غير سليمة بالفحوصات الوراثية لها أهمية على صحة الأبناء، وفي مثل هذه الحالة سيتم استدعاءكم لاستشارة وراثية
ويمكن إجراء فحص وراثي للجنين خلال أو قبل الحمل. في حالة الحصول على نتيجة سليمة بالفحوصات الوراثية، سترسل هذه النتيجة إليكم وللطبيب المعالج بالبريد لاستكمال العلاج حسب توصياته. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. طاقم المركز الوراثي، المركز الطبي هعيمك عفولة.